بفهمهم لأني حبلين مثلهم، يمكن ما قدرت عبر مثلهم بسبب الموقع، ولكن بفهمهم تماما. ما حصل كان متوقع، والآتي أعظم إن لم يتم الاستدراك. بورقة بعبدة بأول أيلول، ورقة مكتوبة، قلت ببدايتها إنه لبنان بحاجة لصدمة كهربائية، مش لعلاج ولا لعملية جراحية، بس لصدمة اليقظة من الموت. وقلت بنهايتها إنه الرصيد المالي المتبقي يمكن ما يكون بكفينا لآخر السنة إذا ما اعتمدنا السياسات المطلوبة. اللي عم بيحصل فيكون فرصة لإنقاذ لبنان واقتصاده من الفساد ومن السياسات المالية والاقتصادية الخاطئة، كما أنه يمكن يتحول لكارثة كبيرة اقتصادية ومالية واجتماعية وأمنية، وبدخل لبنان هيك بالفوضى وبالفتنة. الخيارين واضحين ومتناقضين، واحد هون واحد هون، وهن باختصار بين عنوانين اثنين: الانهيار الكبير او الانقاذ الجريء. وباختصار هن بين مين بده يشعل الحرايق ويحرق الاخضر واليابس ومعروفين من شعاراتهم، وبين مين بيريد يطفي الحرايق ولبل يمنع اندلاعه بتشحيل اليابس وترك الاخضر، وكمان هول معروفين. انا علي اليوم اني احكي عن خيارنا نحن بتكتل لبنان القوي، وعن موقفنا يلي بعتقد انه معظم المتظاهرين عفويا بيريدوه، ومشان هيك انا بتفهم مشاركة اهل التيار بهالمظاهرات، ولكن بنبههم انه يروقوا وما ينجروا وراء اي خيار او اي امر خاطئ. مشان هيك بقول انه يلي عم يحصل منه موجه ضدنا، بل هو لصالح مطالبنا ومطالب الناس، واي لصالح البلد. في سلة اصلاحات نادى فيها رئيس الجمهورية بورقة بعبدة، ووافقت عليها كل القوى المجتمع نظريا، بدها تنفيذ حملة تنفذ. ونحن بهيدا الإطار وضعنا ورقة بتكتل لبنان القوي، بتتضمن الكهرباء والهدر بالدولة والفوائد العالية بخدمة الدين والناسحين وقوانين الفساد والاقتصاد والاستفادة من ثروات لبنان وأملاكه البحرية والنهرية والعقارية والجوية والمائية والنفطية والبشرية. اللي عم يحصل لازم يقوي موقف الرئيس وموقفنا وكل الإصلاحيين، ويضعف موقف المعارضين للإصلاح يلي عم يمنعونا من تحقيق الإصلاح من 2005 وال2008 وال2016، إما بوجود بعضهم عطول بالحكومة أو بوجودهم الاستغلالي اليوم بالشارع. غير الخارج يلي أسبابه مفهومة ومكشوفة ومعلنة، في بعض الداخل من الجهات السياسية يلي عم بيشن الحرب الاقتصادية على لبنان وعم يدعي لإسقاط العهد، وهو مشان هيك عم بيركب اليوم موجة شعبية صادقة، وعم بيحاول حرفة عن مسارة المحق لتحقيق غاياته السياسية المعلنة صارت بإسقاط رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب المنتخب حديثا من الناس، ولأول مرة بشكل عادل. موقفنا نحن لحد مبارح بالإعلام وبمجلس الوزراء وبالاجتماع الليلة بعد مجلس الوزراء، الاجتماع اللي صار رجعنا أكدناه مبارحة بهذا الاجتماع، هو: واحد، ما بيجوز إلا أن نقدم حل جذري متكامل للموازنة وللاقتصاد ولكل طلبات الناس. اثنين، ما بيجوز ان نقر موازنة من دون اصلاحات بداخلها ومترافقة معها بقوانين وبقرارات بمجلس الوزراء واشياء تانية بتلحقها ضمن برنامج واضح كنا وضعنا اجزاء منه مكتوبة باجتماعاتنا الاخيرة. ثلاثة، ما بنقبل بفرض اي ضرائب جديدة ولو صغيرة على عامة الناس من دون ما نكون فرضناها ضرائب كبيرة على الأثرياء
ونكون يعني ما قولتنا الدامج الجيوب الكبيرة قبل الجيوب الصغيرة، ونكون أخذنا إجراءات جذرية بوقف الهدر والفساد والإفادة من مقدرات الدولة. أربعة، طرحنا مبارحة مجددا باجتماعنا الأخير عدة أمور نقدر ننهيها قبل إقرار الموازنة، وهي شوي باختصار: الكهرباء 24/24 مش 20 و21، وبسنة 2020 يعني صفر عجز بالموازنة، ويعني تفكيك لشبكة المولدات يلي اجت قبلنا نوجدت قبلنا ونحن بدنا نفككها. اثنين، المصارف والفوائد المرتفعة ضمن صلة انقاذ، ولو تغرمت المصارف اليوم ولكن نكون عم نخلصها لبعدين وعم نخلص نظامنا المصرف. ثلاثة، تدابير المنتفخة بالقطاع العام والحد منها. أربعة، الاتصالات بوقف الهدر الحاصل فيها. خمسة، إقفال المؤسسات والهيئات والصناديق يلي ما إلها لزوم يلي فيها هدر. ستة، الجمارك والتهريب الشرعي والغير شرعي وتحديدا السكانرز وشركات التدقيق. سبعة، تهرب الضريبة وشركات التدقيق. ثمانية، إجراءات سريعة لزيادة التصدير والحد من الاستيراد، وحكينا بعدة منتجات باختصار. كل شيء مصنع وطنيا لازم نحط كتير سقوف عالية أمام استيراده للبنان تنحمي ميزاننا التجاري. تسعة، إطلاق العمل بقرار من مجلس الوزراء قبل إقرار الموازنة بخطة الاقتصاد مكنزي، بخطة الاستثمار CIP، بخطة الإصلاح سادر، و تأليف اللجان الوزارية واللجان المتخصصين للعمل بالتوازي وبدء ورشة العمل. عشرة، الناسحين، وضع سياسة الحكومة يلي بتقوم على عودة الناسحين واحد، واثنين بتقوم على تأمين التمويل اللازم للدولة مش بس للناسحين من المجتمع الدولي. وأنا عم بسمع مطالب الناس يلي محقق بدها شغل، مين عم يخذ لنا الشغل اليوم؟ كيف بدنا نحل أزمتنا من دون ما نحل أزمة النازحين؟ 11، إقرار قوانين استعادة الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية ورفع الحصانة عن النواب والوزراء والموظفين. ومبارحة باجتماع لنا الليلة شددت إنه ليلة حكومة ما بتقر هيك قانون، مش قانوننا اللي مقدمينه، قانون استعادة نعطي الثقة للناس إنه جديين بشي. 12، مجموعة أمور مثل الصندوق السيادة والقطاع العام والقطاع الخاص والعام والأملاك البحرية، إقرار مناقصة الغاز يلي منتهية ونتائجها طالعة، بكفي بس إننا ناخد قرار واحد فيها مجلس وزراء تنوفر مئات ملايين الدولارات بالسنة. والأهم بمجموعة هالأشياء 12 إنه يتم الالتزام بالموازنة وبكل هالأمور بمجلس النواب والقطاع الخاص والعام والأملاك البحرية، إقرار مناقصة الغاز يلي منتهية ونتائجها طالعة، بكفي بس إننا ناخد قرار واحد فيها مجلس وزراء تنوفر مئات ملايين الدولارات بالسنة. والأهم بمجموعة هالأشياء 12 إنه يتم الالتزام بالموازنة وبكل هالأمور بمجلس النواب، الكتل يلي بتكون وافقت عليها بمجلس الوزراء توافق عليها بمجلس النواب، وفيها تزيد بس مش تنقص طما يصير فينا من أي مزايدة تفقدنا إياها. وخمسة آخر شيء ويلي هو أهم من أمتى بنقر الموازنة، لأنه نحن عارفين أنه لازم نعجل بإقرارها، بس الأهم أن نقر هالأشياء معه. ولأننا مستعجلين أن نقرها، أنا مبارحة طرحت أنه منبقى جمعة وسبت وأحد ليل ونهار ومننام، قلت منيجي مننام بالسرايا شو بدهم معتبرينهم ما بيكفونا جلسة وجلسين مجلس وزراء، بنعمل ثلاثة أيام متواصلين منخلص كل هيدا الشغل بمطلع الأسبوع المقبل، لأني خايف وحذرت من أنه ما بقى عندنا الوقت للإطاعة المالي بعد بيحملنا رح يسقط، وللناس بعد بتحملنا لأني خايف وحذرت من أنه ما بقى عندنا الوقت للإطاعة المالي بعد بيحملنا رح يسقط وللناس بعد بتحملنا رح تقوم. اليوم بعد في إمكانية أن نقوم بكل هيدا الشيء بأيام معدودة، مش أنه نعطي الوعود للناس لا تطلع من الشارع، بل نجتمع ونشتغل ولو كانت الناس بالشارع، لأنه هي هيك بتضغط علينا لننتهي بسرعة وبفعالية
بدون تلكؤ ومن دون تباطؤ ومن دون مماطلة. بتعطي الحكومة أو مين بيريد من الحكومة نفسها فرصة، وإذا الناس بدها بتعطيها هالفرصة هي وبالشارع كيف، لأنه ينتهي هذا العمل. أنا بكلمتي ب 13 تشرين كنت قلت له 31 تشرين، بعتقد أكثر من كافي، فينا نخلص قبل. وإذا ما قدرت ساعتها الحكومة، ساعتها بترحل، لأنه هي بتكون مسؤولة عن وقوعنا بالخيار الثاني. هذا الخيار الأول اللي حكينا عنه. الخيار الثاني للأسف البديل عن الحكومة الحالية هو ضبابة، ويمكن يكون أسوأ بكتير بكتير من الوضع الحالي، خاصة عدم وجود حكومة، وهذا الأسوأ. الخيار الآخر يلي ما بنتمنى ولا بنتخيل انه يقدر يصير هو الفوضى بالشارع وصولا للفتنة. تذكروا انه في طابور خامس بين الناس، معروف مجهول، تعرفوا البعض منهم من نداءاتهم وشعاراتهم، والبعض التاني ما بتعرفوا لانه بده يعمل المشاكل الحقيقية، بده يفتعل المشاكل والتخريب وتكسير البلد. وهون الآتي هو أعظم، وأعظم بكتير، لأنه بنكون وصلنا على الوضع المالي، وما بتعود ساعتها الناس بتنهار الليرة، والناس ما بتعود تلاقي أموالها، وساعتها الكارثة الأكبر، لأننا بنتحول من الفوضى للجوع، وبتصطدم الناس ببعضها. وهذا المشهد الحلو اليوم عم نشوف اللبنانيين كلهم واحد، يمكن نخسره ونفقده، لأنه هالمشهد الموحد ساعتها تحت الحاجة والشعار والمطلب يمكن يتفسخ. تخيلوا يا اللبنانيين هيدا الوضع من دون حكومة ومن دون أمن ومن دون أموال، لا بالسوق ولا بالمصارف، ومن دون طحين ومن دون محروقات، وين بدنا ناخد البلد ساعتها؟ أنا عم نبه من هيدا السيناريو من فترة، ما كنت استرجي أقوله بالإعلام، بس مكتوب بورقة بعبدة، وهلأ بقوله مش تطلع الناس من الشارع أبدا، حقها تتظاهر وحقها تنفجر، ولازم نتساعد تنقدر نوصل لهيدي المطالب، ولكن عم بقوله تنحاول ان سوا نتفادى الأسوأ طالما هناك فرصة بعدها متوافرة للإنقاذ. رئيس الحكومة مستعد، والسيد حسن معنا، سبع ساعات حكينا بهيدا الموضوع وموقفه واضح، والرئيس بري طاحش بورقة بعبدة، والإمكانيات السياسية لازم تكون متوفرة، والوقت والحلول موجودة وحاضرة. بكفي ان نبين للناس ان جديين بشي بقوانين الفساد مثلا الثلاثة، او اي واحد منا، رفع الحصانة، رفع السرية المصرفية، واستعادة الأموال المنهوبة. وأنا أول واحد مستعد مثل ما رفعت السرية المصرفية عن نفسي أني أطلب من وزرائنا ونوابنا رفع السرية ورفع الحصانة وتقديم أنفسهم لمحكمة خاصة باستعادة الأموال المنهوبة مثل ما نطرحينا بالقانون. نحن نجرؤ على إقرار هالقوانين الثلاثة ومقدمينا، فهل بيلاقونا الآخرين؟ وهيدي علامة ثقة حقيقية بتكون للناس. وآخر شي بدي أقول لأهلنا بالشارع ولأهلنا بالتيار، أنتو خزان الإصلاح وضمانة البلد، مش لح نوفركن للإنقاذ لما بيتلكأ الإصلاح وبضيع البلد. خلوكن معنا، اسمعونا منيح، ولموعد جاي. شكرا.